معي عبر الهاتف مراسل أخبار الآن لؤي أمين من نينوى. مساء الخير، أهلا بك معنا لؤي. هذه الأحياء التي يعجز داعش اليوم عن التنقل فيها بعد التقدم الجديد للقوات العراقية، هل تساعد بموضوع خروج النازحين؟ كيف وضعهم بعد كل هذه التحذيرات ونتحدث عن خروج مستمر ومتزايد للمدنيين؟ مساء الخير ميسون. نعم، الأحياء التي إليها القوات الأمنية مؤخرا هي مواقع استراتيجية، وهي ممرات آمنة تمتد حتى عمق المدينة القديمة. فنحن نتحدث عن 17 تموز ويجاورها الاقتصاديين وحي النجار وكذلك حي الصحة. فتح أكبر ممر لخروج النازحين من هذه المنطقة عبر قيادة الفرقة المشاة 16 من حاوي الكنيسة، وأيضا من جهة الغرب من جهة اليرموك تم فتح ممر آخر لاستقبال النازحين. يبدو أن الكثافة العددية السكانية هي ما أجبرت بالبداية من نقل محور القتال من المدينة القديمة إلى المحور الشمالي. واليوم أيضا نرى أن في تقدم القوات الأمنية في 3 أيام وتحرير عدة أحياء، توقفت اليوم العمليات ببطء، تسير ببطء اليوم العمليات أيضا خشية من وقوع ضحايا مدنيين. واليوم منذ يومين يتم إجلاء أعداد كبيرة من المدنيين. يبدو أن الخطة العسكرية هي لتفريغ حي 17 تموز والاقتصاديين والنجار ومن ثم اقتحامها والقضاء على داعش في هذه المنطقة. نعم ميسون. كيف هو وضع من ينجح في النزوح لؤي إذا لم يتم استهدافه من داعش؟ نعم، الذين يخرجون يعني عادة ما يتم استهدافهم من داعش، ولكن بما أن الأعداد كبيرة وبما أن الكاميرا لا تستطيع الوصول إلى عمق مناطق سيطرة داعش، فبعض المصابين لا يتم تسليط الضوء عليهم، ولكن هناك مصابين. أما الخارجين فيمرون بمرحلة طويلة ومعقدة يمشون في مناطق يسيطر عليها داعش، وهي مناطق مزروعة بالعبوات، ومن ثم يخرجون من المدينة مسافة تمتد إلى 4-5 كيلومتر إلى أن يصلوا إلى الجيش، ومن ثم يتم نقلهم إلى ممر الغربي إلى سيطرة العقرب، ومن سيطرة العقرب إلى حمام العليل، ومن حمام العليل لا يجدون مخيمات تأويهم. يعني هذه مشكلة بحد ذاتها، أنه يصل إلى نقطة التفتيش الرئيسية هي في حمام العليل واستقبال اللاجئين هناك، أيضا لا يجد مخيمات، يتم تحويله إلى الساحل الشرقي ويتم تحويله إلى الجيارة. النازحين يعانون ومعاناتهم كبيرة، الأعداد فاقت يعني قدرة الحكومة المحلية على السيطرة عليها، هناك يعني دعم ضعيف من المجتمع الدولي، لذلك النازحين يعانون الأمرين من الخروج ومن الاستقرار. نعم. عسكريا لؤي، عندما تتحدث مع المسؤولين العسكريين ماذا يقولون لك عن دقة هذه المرحلة؟ هناك دائما أخبار بأنه قريبة جدا، مسألة أسابيع قليلة نهاية عملية استعادة الموصل من احتلال داعش، ولكن يبقى الموضوع كما يراه البعض اليوم بحالة جمود. نعم، حالة الغموض تكتمل في العمليات منذ شهر ونصف تقريبا، ولكن القادة الأمنيين يبدو أن في المرحلة الأخيرة انطلاقتها أكثر تفاؤلا من السابق، وهم يؤكدون أن شهر شعبان ستكون نهاية داعش في الموصل، رمضان المبارك سيحل على مدينة الموصل بدون صحيح هذا ما أعلنوه أغلب القادة. شكرا لك على كل هذه المعلومات لؤي أمين، مراسل أخبار الآن من نينوى.